السيد عبد الفتاح السيسي مرشح الرئاسه، واؤكد كل الشكر وعظيم التقدير باسم الامانه العامه للحمله لجيش مصر قواتنا المسلحه الباسله، وايضا شرطتها المدنيه يا استاذه بسمه العظيمه. لهم كل الشكر والتقدير والتحيه على ما يقومون به على ارض سيناء الغاليه بل وارض مصر جميعا. العمليه الشامله سيناء 2018 لاقتلاع جذور الارهاب. ايضا كل الشكر والتقدير والتحيه لقيادات واعضاء عمله كلنا معانا من اجل مصر على مستوى المحافظه وقياده الاخ العزيز الاستاذ الدكتور علي ابو شوشه لا رئيس الجامعه العامه الحمله المحافظه وهيئه مكتبه وزملائنا من قيادات الحمله على مستوى مركز السوق وقياده المهندس حسن الطراوي وزملائه من اعضاء المكتب وقيادات الحمله على مستوى القرى والتوالى. كل الشكر والتقدير للساده النواب الافاضل أخونا الفاضل الأستاذ محمد الشهاوي عضو مجلس النواب عن الذاكرة، الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عمرو كبير عضو مجلس النواب عن الذاكرة، أخونا الفاضل الحاج أحمد عيسى عضو مجلس النواب عن الذاكرة، والأستاذ أحمد قنطاوي عضو مجلس النواب عن الذاكرة، وكل الترحيب والتقدير للسادة النواب السابقين كل باسمه وصفته. أيضا كل الشكر والتقدير لبيت العائلة المصرية الذي نشئ على مدار شهور مضت وبدعم كامل من سيادة اللواء المحافظ السيد اللواء السيد ناصر محافظ أبو الشيخ وكيل. كل الشكر والتقدير والتحية. مشروع بلد الغيور اللي هي منطقة صناعية زراعية المنطقة الزراعية السابقية مشروع الرمال السوداء ده كله هنكشفه على كده بإذن الله، وده اللي احنا هنجلس معاه في الفترة القادمة من خلال الرئيس بتاعنا، وعشان كده احنا بنطلبه بترشح لفترة رئاسية ثانية بإذن الله عشان نجلس معاه هذه، واحنا الواجب بتاعنا ان احنا ننزل الشارع عشان أي راجل عشان نترجم هذه الإنجازات في نجاح الرئيس السياسي السيسي بإذن الله بنسبة تصويت عالية لو تقترب أو تفوق من النسبة الماضية. ويدي مصداقية قدام العالم كله ان هناك انتخابات، ان هناك بلد حرة في مصر لا يجرؤ عليها اي كان لا امريكا ولا غير امريكا باذن الله. فنحن ما عم نحكي في الكلمات ولا هتكلم كلام زي الاخ اللي بيتكلموا طبعا ما اقدرش اتكلم الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن احنا في رسالة واحدة مكتبة اي واحد هيتكلم على المنصة اللي قدامه دي هيبقى في هدف واحد هو امكانية الحشد من خلالهم وليس من خلالهم لانهم عندهم مؤثرين في الشارع باذن الله. انا شايف مجموعه من الاعلاميين كبيره جدا موجوده في قاعه النهارده سواء يونيو تي في او الاكسترا او خلافه او النسوع